سلام مرحبا بكم. اليوم جبت لكم نوفل فيديو اونتر مي بزاف شابه بزاف بنينه بزاف خفيفه كاع الحاجات اللي ملاح فيها وخلاص. شوفوا واش حاجه شابه درت لها غلاصاج ميغوار فرامبواز اون فين كوش تاع بيسكوي من تحت درتها فريز افيك ان انسير فروي دو بوا بزاف بنينه. تبعوا معايا لا روسيت توت سويت. الوغ هنايا عندي pour le biscuit درت جوج حبات بيض سيباريتهم. هنا لو بلون درت له قرصه ملح وانا نطلع فيه ونزيد له معاه 50 غرام سكر يعني 50 غرام سكر نورمال. نقعد نضيف نزيد السكر غير بشويه حتى وين نكمل كامل يعني تطلع لي كيما لا ميرينغ يعني شغل لازم يجيني القوام شويه حاكم روحو كيما لا ميرينغ. فوالا دوك تشوفوها انا هنا كملت استعملت غير لو فوبي دي بريفيرونس تعملوا لو فوبي باش تجيكم خفيفه. وانا هنا زدت لها الكو فاني يعني باتاروم فاني تاع لا مارك غوستو. هاد لا مارك قوه ما عنديش بزاف لي ديكوفريتها وعندهم بزاف لي باتاروم عندهم لي غلاساج لي فوراج لي باتا تارتيني يعني فريمون بزاف عفايس دوك نوريهم لكم. هنا درت مغرفه صغيره برك تاع لا فاني يعني دوك نخلي لكم التصويره تاع البرودوي هنايا. زدت معاها هادوك لي دو جون يعني زوج صفار تاع البيض وهنا تخلطوا غير بالعقل. انا هنا الفيديو راهو مسرع سي بوغ سا تشوفوني نغاول بصح خلطوا بالعقل من تحت للفوق بالعقل هكذا باش بك يدخلوا يدخل البيض ولا فاني في لو ميلونج. هنايا جبت 50 غرام تاع لافارين وغربلتها بيان سور دائما تغربلوها باش اون كا دوك لي غريمو كامل اون بلوس البسكوي يجيكم خفيف. تخلطوها ثاني بالفوبي وتكملوها. انا درتها اون دو فوا يعني خلط غربلتها اون دو فوا يعني على زوج دو فوعات فوالا وتخلطوها بالعقل. وهنا زدت لها تخلطوا توجور بالعقل زدت لها برك 30 غرام تاع الزيت زيت نورمال سونغو. زدت لها 30 غرام تاع الزيت وخلطها. هاي الزيت زيد لها خفه ويجي يعني يجي البسكوي تاعكم بنين ويجي خفيف في ميم طون. لا خلطتها كامل دخلت مليح هذيك الزيت وفرشتها في سنيوه فيها البابي سولفيريزي فرشته بيا ما ديروهش رقيق بزاف. انا هنا رققته شويه باسكو لونترومي تاعي كانت شويه يعني ماشي عاليه دونك رققته بصح نتوما ولا كان عندكم نمور شويه عاليه على ديالي سيو ديروها شويه خشينه. هنايا تفرشوه كامل فوق لو بلاطو وتدخلوه للفوغ 180 دوغري. انا شد لي بالضبط 7 دقائق 7 دقائق طاب وهما فيريفيو يعني يتحمر مليح وينشف بيان سور. فوالا دوكا نروحو نديرو لانسير يعني هذيك الطبقه اللي في الوسط نديرو 50 غرام تاع الماء مع 8 غرامات تاع جيلاتين يعني الماء شويه بارد وتخلطوهم كامل كيف كيف وتخلوهم حتى يولو هكا طبقه يعني حاجه متماسكه. نحكمو 150 غرام تاع كولي دو فروي. انا هنا استعملت تاع غوستو تاعني دوك نخلي لكم لا فوتو تاع لا بواط. هاد لو كولي شحال بنين تحسوا الكو تاع الفروي. انا استعملت فروي دو بوا يعني فريمون فريمون بزاف بنين فيه لي غران تاع الفرو يعني فيه الحبيبات تاع الفاكهه. انا سخنته حتى وين غلى سخنته حتى وين غلى وجبته هنا زدت عليه هاد لا جيلاتين عاود رديته فوق الفرن فوق النار يعني خليته حتى يرفد الغليه يعني غير رفد غليه وحده حبسته ولا لي كما راكم تشوفوا. حنا نوري لكم شتو الفروي وريت لكم هكا حبيبات تاع الفروي فوالا دوك تخلوه دوكوتي. انا خليته برد شويه يعني تقدروا نتوما تستعملوه سيغ بلاص تفرغوه داخل امول دوك نوريه لكم. انا خليته برد شويه باسكو انا هاد لو سيرسو انا خدمته يعني بلانيمينيوم ما كانش عندي سيرسو صغير على المول اللي حنطيب فيه لونترومي دونك خدمت واحد صغير في الالومنيوم كوفريتو كامل بالسيلوفان وعاود درت له اون كوش تاع الالومنيوم لتحت فرغته عليه هكذا شتو تقال شويه يعني ماشي حتى يبرد يتقال برك يعاود يخفف شويه وتفرشوه عليه تدخلوه كامل وندخلوه في الفريغو. انا خليته واحد 3 ولا 4 خليه حتى يجمد حتى يبرد بيا. وهنايا نروح نجوزو نخدمو هذيك لاموز. عندي 250 غرام تاع شوكولا زدت لها 34 غرام تاع مارغارين ولا زبده يعني تخلوهم حتى يذوبوا كامل. درت باماري هنا راني في باماري وزدت عليهم يعني كنت دايره خليط تاع 4 غرام جيلاتين و40 غرام ما كنت دايرتهم كما درت في الاول خليتهم دو كوتي حتى وين يعني ولات لي هكاك حاكمه روحها زدتها لهم. هنا راني مستعمله هذايا الباتاغوم تاع غوستو تاني كو فريز مد واحد الكو ولا غير فريمون جيتي شوكي لو كو فريمون بنين و او ميم طون تحسوا لو كو تاع لا فريز. هنا درت مغرفه بصح انا حبيته شويه انتونس دوك زدت له مغرفه. وهنا كي زدت له لا دوزيام كويير كنت خايفه يجيني مر باسكو دابيتود كي نديرو بزاف لو كو يجي مر
مي والله صدقوني جا فريمون بنين ما تجي كاع عمر والو ولا غير كنت خايفه ما تقلت على ربي ولا غير جاني فريمون ملاح فوالا هنا نحيت كنت مكمله كلش في بان ماري نحيت لو بان ماري خلطتهم مليح وتخليوه حتى يولي تياد ما يبردش كومبليتوم باسكو لا جيلاتين تحكم روحها خليوه يولي تياد وهنا حكمت 210 غرام تاع لا كريم فريش كانت بارده انا استعملت اون كريم دونك نخلي لكم لا فوتو تاعها هنايا وطلعتها في البيتخا يعني تقدروا تستعملوا باتور نورمال مي لازم تكون بارده بيان باش تطلع لكم مليح طلعوها ما تكونش فيرم بزاف دونك نوري لكم كيفاش وهنا هذاك البسكويت اللي طيبناه مع الاول قطعته على حساب ساسو تاعي وزدت له ايطاليت له هنا شويه هذاك لو كولي دو فروي انا هنا كنت قلت لكم استعملت فروي دو بوا انا هنا برك حبيت باش يبان اكثر لو غو تاع لو فروي اون بلوس باش يزيد لنا مدنا اون كولور في لا ديكوب يعني يزيد يبان تبان لا كوش تاع هاد لا كولور في لا ديكوب فوالا ايطاليتها له كامل مليح وخليته دو كوتي باش نكمل لو مونتاج تاعي يعني ومن بعد في لا ديكوب راح نوري لكم هاد لو كولي وين بان يعني فريمون بيان فوالا هنا جبت لا كريم شانتي تاعي دونك سي لا كريم فويتي اللي طلعناها دوك نوري لكم ما طلعتش فريمون فيرم يعني ما طلعوهاش حتى من تخرج الزبده طلعوها كي تولي هكا خفيفه سي بون انا هنا بديت نخلطها لهذيك الشوكولا اللي درناها لهنايا هاد الشوكولا شوفوا هنا برد مي ماشيتش روحو يعني راهو فريمون بارد راهو بارد مي ماشي ثقيل خلوه يبرد برا دخلوا له هذيك لا كريم العقل طلعوا هكا ما هنا ما جريتش المقطع بالعاني من تحت للفوق هكذا بالعقل باش ما طيح لكمش لا كريم باش ما طيح لكمش هذيك لا كريم فويتي هنا نمد لكم برك ملاحظه خفيفه انا هنا هاد لا كريم ما كفاتنيش في لو مول كومبلي باسكو لو مول تاعي يعني كان صغير وانا يعني درت غير 200 غرام تاع كريم نورمالمون كنت قادره ندير حتى 300 غرام بصح نتوما ولا شفتوا المول تاعكم كبيره على ديالي دوبليو كاريمون لا كونتيتي فوالا انا دوكا هنا جيت نوري لكم لو سيرسو اللي خدمت به شوفوا كوفريتو كامل على برا برك بالبابي فيلم شوفوا هنا من تحت هذيك تاع تحت كامل على برا مي من الداخل شوفوا ما درت له والو باش ما يجيش لا تراس تاع التكماش في لاموس تاعي دونك خليته فارغ هنا جي ريكوبيري لانسير يعني اللي درتو الاول هذاك اللي حطيتو برد شوفوا ديموليوه فاسيلمون انا قلبت برك على روحو وتنحيوه هكذا يتنحى فاسيلمون دوك هنا عاد جبت سنيوه اللي ندخلها في كونجيلاتور ديريكتومون باش ما نعاودش نبوجيه وبديت نعمر فيه هنايا انا درت لا كريم شويه ثقيله وعلاش باسكو درت ان سيرسو كي ديروه دون ان مول دو سيليكون يعني ان مول كبير تاع سيليكون تاع لي زونترومي ديروها شويه خفيفه على هكا باش ما تجيكمش مديفورميا يعني تجيكم ليكيد لازم تكون بلو ليكيد كو سا راح نعاود يعني ندير لكم فيديو بروشان ما شاء الله وندير لكم في مول سيليكون باش تفهموا لا تيكستور هنا شوفوا خبط باش يخرجوا لي كاع الهواء اللي كان في لي بوغ دوك نعاود نخدم بلا سباتول فوالا نحيت الهواء الا تعاودوا تكونسونطريو باك في لا فيديو حتشوفوا كانوا كاينين يعني ثقبات هكا تاع لا كريم سيتي دي ترودر يعني ثقبات تاع الهواء لي جا في لا كريم هنا خليت يدي بالعاني باش برك تشوفوا كيفاش راني نخدم بلا سباتول شوفوا يعني تمسحوها كامل في لي باغوا ديروا طبقه تاع من تحتها طبقه مليحه ديروا لانسيغ في الوسط وتعاودوا تكوفريوه بشويه كريم يعني تعاودوا ديروا له لا كريم باش يجي باين في الوسط هنا ما تعبسوش بزاف باش ما يخرج لكمش من تحتها يقعد في الوسط يعني تعاودوا تليسيو كلش مليح تعاودوا تخدموها كامل على شاك فوا تليسيوها مليح وهنايا تردوا تقلبوا عليها البسكوي هنا تقطع لي المغصو هذاك جي با كومبري علاش مي بون تعاودوا تقلبوا برك عليها البسكوي وديروا لا كريم هنا لا كريم ماهيش بلو كلاغ هنا سي جوست لا لومينوزيتي كنت ما كنتش على الضو وما تفكرتها حتى عندها دونك بانت لكم بلو كلاغ هنا شوفوا ماهوش سوا سوا في لي بور دونك سي بور سا قلت لكم دوبليو باش تطلع لكم كي يكون سورتو كي يكون مول كتر طلعوها شويه باش تطلع لكم سوا سوا اغا تخلوها في كونجيلاتور اون وي كومبليت دو بريفيرونس وانا جيت نوري نهضر لكم على الكلاصاج ميغوار تاع لا مارك هادي كوستو برودكت هاد الكلاصاج فيه واحد الكو انا هنا استعملت تاع فرامبواز بزاف بنين دايوغ شتو كنت كان محلول كليت منه شويه جا فريمون فريمون بنين فرغتو هنا في اون كاسرول وتسخنوه حتى وين يغلي انا فاش عجبتني هاد لا مارك سهلت علينا الخدمه
فريمون ساهل. شوفوا يجي يبري ويجي بنين دوك تشوفوا، يعني ما عندكم ما ديروا تسخنوه تخلوه يبرد وتخدموا به، ما كتعب تاع الترمومتر ما كتعب تاع الكلاصاج والو. هنا خليته برد، انا بدلت له برك بو باش يبرد لي فاسيلمون، خليته الحق لي حتى 31 دوغري. اللي ما عندوش ترمومتر دوك نوري لكم لا تيكستور، يولي شويه ثقيل. شوفوا ماشي ثقيل بزاف سنو ما يمشي لكمش، مي شويه ثقيل على واش كان افون. لازم نجي بريسيز، لازم يكون بارد سينو دوبلكم هديه، لازم ما يديباسيش 31 دوغري. ديموليت لونترومي تاعي، درتها فوق زوج كيسان ودرت مول تاع غراتان برك باش نريكوبيري هذا لاويسيل، فرغت عليها لو غلاساج ميغوار تاعي وليسيت. انا هنا كوبيت بلوزيغ فوا باسكو كان يبان وتشي في الكاطو، كنت نبان تالمون كو لو غلاساج إلي فغيمون جولي و بغيون شغل عندو صح لي فيه ميغوار، كنت نبان. انا درت لكم صبعتي باش تشوفوني، كنت نبان. دونك كوبيت بليزيور بارتي، سوفراني هنا المونتاج باسكو كنت نبان كامل. دونك هذا ما كان تخليوه غير يقطر شويه، يعني تمسحوه من الفوق تنحيلو كاع هذاك الزايد، تخليوه يقطر شويه وتنحيلو هذا اللي هبط من تحت هنا. يعني تمسحوه بالعقل باش ما تعفنوش، باش ما تعبزوش يعني لونترومي تاعكم. تنحيو غير هكا ليسيل بالعقل، تحطوه دو كوتي وترفدوه. هذوك نوريكم كيفاش ترفدوها بلي دو سباتول وتحطوها في لوغون كارتون تاعكم. انا استعملت ان كاري، يعني استعملوا واش يكون، تقدروا ما تستعملوش من با هذه، تحطوها في طبسي كبير وديكوريوها، يعني ترفدوها بالعقل وتحطوها فوق لوغون كارتون ولا لو كاري كارتون كيما درت انا، ولا فوق طبسي تاعكم يعني عادي. انا هنا في لا بارتي تاع لا ديكوراسيون ما فهمتش وين راحت لا فيديو، ما صبتهاش، مي بون انا ما درت والو، حكمت شويه الكلاصاج ميغبر هذا اللي راهو دخل لو مولا غراتان، زدت له شويه كولورون فيولي باش برك يبان لي فونسي، وخليته حتى برد ولا لي ثقيل، درته في اون بوش ودرت زيكزاك في لو بور. حكمت مولون سيليكون كان عندي ديب تاع ديكور صغيرين، عمرتهم كامل بالشوكولا، درت شوكولا ولي كي بردوا جمدت درت لها لا دورور. هذا ما كان زينت بشويه يعني دي فلور، يعني ورد مجفف، ودرت له شويه عقاش دوري وشويه لا فاي دوغ. راك تشوفوا في لا فاي دوغ مرميه ان بو بارتو. هنا لا ديكوب فوالا، دونك لانسير فروي. هنا هذيك لا طبقه اللي راهي فوق فوق البسكوي، هذيك اللي تختينينها تاع لو كولي. اي فوالا، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش لا عجبتكم بارطاجيوها مع صحابكم، تابوني من لاشين يوتيوب، تخليولي ان جولي كومونتير. ميرسي، ا لا بروشين.